مساء الخير أعزائي المشاهدين، رجعنا لكم تاني في فقرتنا التانية، وهيكون معانا الدكتور صلاح هاشم أستاذ التنمية والتخطيط بجامعة الفيوم ورئيس الاتحاد المصري للتنمية والحماية الاجتماعية. مساء الخير يا دكتور. أهلا بك يا فندم. أهلا وسهلا. إزي حضرتك؟ تمام الحمد لله. عايزين في البداية يعني نقول الإصلاح الاقتصادي اللي قامت بيه الدولة في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي ظل الفترة الممتدة من 30/6 لحد النهاردة، والفترة الأخيرة من بعد التعويم لحد النهاردة، الإصلاح الاقتصادي ده كان شكل من أشكال الواقعية للاقتصاد وللحقيقة، إن أنت تشوف الواقع، ما تفضلش تقول لا ده الدولار ب 10 جنيه وهو في الحقيقة ب 20 يعني، وتفتح سوق بشكل واقعي وحقيقي يعني. أنت شايف الإصلاح الاقتصادي النهاردة وصل لحد فين؟ بس انا بالبداية عايز اوضح انه دي مش الاول مرة مصر طبعا تدخل في مشروع قومي او استراتيجية قومية للإصلاح الاقتصادي. بدأنا في السبعينيات، كانت اول تجاربنا مع صندوق النقد الدولي، وثم في منتصف الثمانينات عملنا برنامج الإصلاح الاقتصادي برضو الهيكلي، كان ياخد، وهنقول يعني ايه هيكلي. ثم عملنا في عهد الرئيس مبارك ايضا برنامج الإصلاح الاقتصادي، ثم البرنامج الاقتصادي الذي تبناه الرئيس عبد الفتاح السيسي في الفترة الاخيرة. كان كل التركيز بدأنا بالتمرينات نركز على الإصلاح الاقتصادي الهيكلي، وكلمة هيكلي هنا هو الإصلاح الاقتصادي اللي هو بيعمل تنمية اقتصادية مع مراعاة البعد الاجتماعي في مسألة التنمية، لأنه كانت التنمية الاقتصادية قبل الثمانينيات كانت بتركز على الجانب الاقتصادي فقط، فلقينا في ناس غير قادرة على التواكب أو التكيف مع التغيرات الاقتصادية اللي بتتم، وبالتالي كانوا بيسقطوا بشكل كبير دون وجود شبكة أمان أو حماية تحميهم تنقذ هذه الفئة الكيانات. فكان الاقتصاد من أجل الاقتصاد، يعني مال فقط دون أي جوانب اجتماعية أو إنسانية موجودة. فكانت المشكلات الاجتماعية المترتبة على التنمية الاقتصادية بتاكل أي عوائد في للتنمية الاقتصادية موجودة، يعني أي نمو بيحصل الطبقات الفقر، معدلات الفقر بتزيد، والمشكلات الاجتماعية اللي بتترتب على معدلات النمو الاقتصادي بتزيد أكتر، وبالتالي انها بتلتهم ما بيعرفش يظهر، وبالتالي الاقتصاد ما بيحققش اهدافه. كان بيركز على الجانب الاجتماعي، ثم ظهرت بعد كده الخطه الجديده اللي هو تبناها السيد الفتاح السيسي، وهو مساله بتسموها رؤيه مصر 2030 او التنميه، رؤيه مصر للتنميه المستدامه. والتنميه المستدامه بس مش هنركز على الجوانب الاقتصاديه، هنركز كمان على الجوانب الاقتصاديه والجوانب البيئيه، لان كانت كمان التنميه الاقتصاديه قبل كده كانت بتلتهم وبتؤثر بشكل سلبي على البيئه، وكان بتاثر كمان على الجوانب الاجتماعيه، فكنا بنلاقي ان البيئه الاساسيه اللي هي المورد الطبيعي للتنميه بتتاكل، وبالتالي ان الاجيال القادمه بعد 200 سنه هتيجي تلاقي بيئه منهاره، وبالتالي انهيار البيئه والمورد الطبيعي تمام معناه انه مفيش تنميه على المدى البعيد. فكان لازم اعمل خطه استراتيجيه بتقوم على الجوانب الاقتصاديه والاجتماعيه والبيئيه، حتى وصلنا الى برنامج الاصلاح الاقتصادي الهيكلي اللي بداناه في 2016 بالتعاون مع البنك الدولي. يمكن عشان برضو من الرؤيه اللي حضرتك بتقول عليها، عشان كده الحكومه عملت برنامج تكافل وتنميه جنب الاصلاح الاقتصادي، عشان تقدر ان هي تعوض تقدر ان هي تعوض المواطن من اتجاه اخر. ما هي بدات في 2015 قبل حتى برنامج الاصلاح الاقتصادي، بدات بتبني رؤيه للحمايه الاجتماعيه اللي هي لمحدودي الداخل، وده بيسموه الدعم النقدي المشروط والدعم النقدي غير المشروط. دول برنامجين، برنامج تكافل وبرنامج كرامه. لكن قبل ما هتكلم عن ازاي واحنا بنتكلم عن الاصلاح الاقتصادي، عايز اتكلم بس عن لما بدانا الاصلاح الاقتصادي، كان الاول كان في حاجه اسمها سياسه الاصلاح المالي، وده الناس هي اللي كانت بتحس بيه لحد بدايه 2019. الاصلاح المالي يعني ايه؟ يعني الجنيه قيمته الحقيقيه في السوق الدولار قيمته الحقيقيه 18 جنيه، انت بتبيعه كدوله ب 8 جنيه بس. كان مين اللي مستفيد؟ كان فئه قليله جدا من رجال الاعمال هم اللي بياخدوه ب 8 جنيه، لكن في حقيقه الامر كان طبعا بيكلف الدوله 18 الاستيراد والواردات بالزبط. لكن بيكلف الدوله 18، ال 18 دي الفارق السعر ده كان اللي بيستفيد بيه، كان هي بتدعمك بال 10 جنيه دي بشكل غير مباشر، بقول لك ان هي بتدعمك 3% من سكان مصر، يعني نقول 3% اللي هم رجال الاعمال الكبار جدا هم اللي بيستفيدوا من الفرق ما بين سعر الجنيه في السوق وسعره الحقيقي. سعر حقيقي والسعر والسعر الواقعي. كده مفيش عداله اجتماعيه، كده مفيش عداله. طب انا عايز اعمل تصور ان انا هذا الفارق تستفيد بكل المصريين. هنتحمل بعض المغارب شويه وبعض المتاعب، لكن على المدى البعيد كلنا
هنستفيد. فحصل تعويم الجنيه لحد قلنا يعني 13 جنيه الاول 10 ساغ تحت و10 ساغ فوق الحركه تعويم بقى للجنيه مش قيمته كمان الحقيقيه مع 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 اعطوا هامش حركه. لكن السوق تدخل طبعا في معدلات الفساد كانت مرتفعه جدا تدخل وبعض الجماعات المتامره على مصر بدات تلم الدولارات من السوق وبيادوا ما يخلوش المغتربين في الخارج يبعتوا عمله صعبه فده ادى الى رفع قيمه الدولار من 13 لحد ما وصل 18 جنيه وكان بيتباع في بعض الاماكن ب 20 جنيه وده اثر طبعا على معدل الاسعار ومثل عبء كبير جدا على الفقراء اللي هم بدأوا يتحملوا فوق طاقتهم في هذه المساله. واضح ان 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 في نتائج ايجابيه على ارض الواقع. يعني انا كان معايا قبل حضرتك مهندس احمد الزين بنتكلم عن ان اسعار مواد البناء قلت فانا بقول له ليه؟ فقال لي ما عندك مثلا الحديد قال لي عشان الدولار قل الدولار ناقص 170 قرش لا مصر النهارده من 18 بقى ب 16 جنيه 30 مش بس الدولار هو انا حضرتك مصر ادي مثال يعني قصدي يعني قصدي فعلا الاصلاح لما هو ربط الموضوع ابتدت النتائج تبان والدولار ذات نفسه ابتدى يمسك نفسه وينزل معدل التضخم بدا انه يقل. يعني انت مستهدف على نهايه الربع الاخير من 2019 يبقى معدل التضخم رقم فردي يعني اقل من 10% تمام وده هيعود على الاسعار. يعني احنا ما نحصده الان النهارده سعر اللحمه بيقل سعر الخضار بيقل والرئيس قال احنا هنخفض هنعوم السوق او هنغرقه بالمواد الغذائيه علشان الاسعار تقل. امتى هتقل الاسعار؟ ما انا مش قادر افرض عليك لازم اعمل تغريق للسوق بالمنتجات عشان لما تبقى كتيره عشان مش في استغلال من طرف التاجر كتير ما طبعا لو انت ما بعتش هتخسر بالظبط فمضطر تبيع بسعر اقل علشان تخلص والا هتخسر ولا هتخسر فما عندكش خيار تاني. فده لما بوفر المنتج بشكل كبير جدا داخل السوق ده كمان بيتحكم في مساله السعر. لكن لما مشينا مع صندوق النقد الدولي في هذه التجربه حققنا نتائج كبيره لدرجه هناك بعض المؤسسات الاقتصاديه الكبيره في العالم قالت ان مصر مستهدف انها تكون على 2023 و2025 من افضل 20 اقتصاد على مستوى العالم ثم توقعوا على 2030 احتمال مصر تكون من اكبر اقتصاديات على 7 دول في العالم. ليه؟ لانه حتى صندوق النقد الدولي اللي هو في 2014 الدوله المصريه عرضت تاخد منه 4.3 مليار دولار رفض وقال ان الاقتصاد المصري اقتصاد هش انا ما اقدرش اغامر وادخل معاه ده في 2010 في 2014 2014 في 2016 اللي ما رضيش يدينا 4.2 مليار دولار في 2014 ادانا في 2016 12 مليار دولار ودلوقتي بيطالبنا بيقول ارجوكم استمروا معايا فتره تانية وبيطالب الدول الناشئه الاقتصادات الناشئه في العالم يقول لهم يا ريت تستفيدوا من التجربه المصريه وانا اطالب بتعميمها. فهناك قفزه اقتصاديه تمت من مصر كانت بتعاني من عجز مثلا في الطاقه دلوقتي احنا بنصدر كهرباء لبعض الدول وعندنا فائض يعني كبير جدا بسبب عايز اسميها اعاده البنيه التحتيه اللي عملت كبيره جدا طبعا لان ابتديت استغل كل مورد الطاقه الشمسيه بيتعمل في بنبان اكبر محطه طاقه شمسيه في الشرق الاوسط، طاقه الرياح بتعمل في العاصمه الجديده محطه تبع مع سيمنز لانتاج 4800 ميجا وات، للميه تشتغل في خزانات اسيوط، فانا بنتج كهرباء دلوقتي اضعاف 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 السد العالي بعد ما كان هناك تهديد لو السد العالي مش موجود او لو اي دوله اعتدت على السد العالي مصر سوف تتحول الى ضلمه، وكان دائما التهديد ما بين التعطيش والتعتيم على الدوله المصريه، فكان على الدوله المصريه ان تواجه مساله التعتيم بانتاج طبعا فائض كبير جدا من الطاقه اللي هو ظهر في الطاقه الكهربائيه والطاقه الشمسيه ثم اكتشافات الغاز العملاقه التي توصلت لها مصر مع الكبرى من خلال طبعا ترسيم الحدود مع دول الجوار في البحر المتوسط وابتدينا نحقق طبعا انجاز كبير جدا في مجال الطاقه. فاصبح ما عنديش دلوقتي ما عنديش عجز. يمكن حضرتك من شويه كنت بتكلم عن الصادرات واحنا عندنا اسعار المواد قلت، انا عايز اقول لحضرتك من زمان مصر من اكبر الدول الصادرات المصريه من اكثر الصادرات المصريه لافريقيا هي مواد البناء والملابس الجاهزه وبعد كده البتروكيماويات. يعني احنا بنتكلم على اكبر انواع، فانا مصر مشهوره بتصدير مواد البناء ومشهوره ايضا بالملابس الجاهزه دلوقتي. ويمكن يعني انا كنت حتى بتكلم مع احد صناع القرار يعني امس وبطالب انه احنا اذا كانت افريقيا بتحب الصناعه المصريه في الملابس فلماذا لا ينتج السوق المصري ملابس افريقيه
تلامس الثقافه الافريقيه. يعني شكل ملابسهم هم بيشتروا ملابسنا اللي احنا بنعملها دلوقتي دي. احنا على فكره بس احنا ممكن نعمل لهم ملابس شكل ملابس، لكن انا لو اقلد الصين بقى مره يعني اروح اعمل دراسه للسوق انتج له منتج اللي هو عايزه، المنتج اللي بيلبسه، المنتج اللي هو بيلبسه بعامه الناس باسعار معقوله، اكيد انا هنتشر اكتر وكمان هتواكب مع الثقافه الافريقيه هناك. فانا بدعو يعني رجال الاعمال العاملين في مجال صناعه الملابس ان يستفيدوا من الدراسات او يقوموا بعمل بتمويل دراسات لدراسه احتياجات السوق من حيث الملابس وانتاج زي يناسب المواطن الافريقي. واعتقد خطوط الانتاج لو اشتغلت بهذه الطريقه ممكن تسبب عائد يعني او تحصل عائد كبير جدا بالنسبه للاقتصاد المصري. يعني هذه دعوه انا كنت بتكلم مع استاذ في كليه الدراسات الافريقيه تمام، وعايزين نفكر ازاي نتعامل مع القضايا الافريقيه. فجبنا سيره الملابس، قلت له احنا بنصدر ملابس اكتر حاجه ملابس الى افريقيا، طب ما تيجي ننتج للافارقه ملابسهم بقى، يعني ملابسهم باسعار يعني مناسبه وممكن نطور كمان فيها الى حد ما بحيث كمان تبقى مودرن، تبقى بتحاكي يعني ثقافته هو واهتماماته، ثقافته مع التطوير بنسبه 10% مثلا مبدئيا، بحيث ان انا اقدر اتحكم في هذا المنتج تمام بالوان شكله جديده مميز. اعتقد انه ده هيعود بشكل كبير. فانا عندي خطوط انتاج كبيره دلوقتي، بعمل في المحلة الكبرى بعيد صناعه النسيج مره اخرى، دلوقتي في توطين لصناعه النقل يعني في يعني في مصر. انا طبعا مع شبكه طبعاً الطرق العملاقه اللي عملتها الدوله طبعاً اكيد، انا بنتج اول تابلت، بعمل جهاز كمبيوتر، بعمل مشارك في صناعه القطارات، عندي مجمعات للانتاج التقني تمام، في مجمع في بني سويف، في مجمع في اسيوط، واخد بالك، وبحاول في مجمع في الدلتا، انا بحاول بقدر الامكان اعمل انتاج تقني دلوقتي. وده مش بعدين في طريق تاني كمان يعني برضو عايز اسالك عليه، في طريق موازي للصناعه وهو الصناعات الصغيره والمتوسطه والاهتمام بالنوع ده من الصناعه، ان في حرف ومهن يدويه وفي الكثير من الصناعات بتقوم على اشخاص قليلين ماهيش كادر صناعي ضخم ولكن عنده منتج الدوله النهارده ابتدت تهتم بيه وعامله له شكل من اشكال الدعم والقروض عشان تيسر له ده. هل حضرتك شايف ده ياثر برضو على حركه السوق بالنسبه للطبقه اللي تحت المتوسطه؟ يمكن اختلف مع حضرتك يعني في موضوع المشروعات الصغيره ومتناهيه الصغر. احنا حقيقي بدانا هذه التجربه بشكل كبير من بدايه التسعينيات. صندوق الاجتماعي للتنميه ظهر مع برنامج الاصلاح او احد توصيات برنامج الاصلاح الاقتصادي الهيكلي اللي بدا في الثمانينيات وبدا به ظهور الصندوق الاجتماعي. في حقيقه الامر انه التجربه بتثبت ان المشروعات العملاقه القوميه الكبرى هي اللي بتقدر تجمع المصريين وليس الصغيره. لا ما هي القوميه دي اتجاه، احنا بنتكلم بقى على الحاجات الثانيه. الناس اللي قاعده في بيتها التجربه اثبتت ان احنا لما اشتغلنا في المشروعات الصغيره عندنا معوقات لحد دلوقتي تمام، لان احنا للاسف ان المؤسسات، عشان ما حدش يزعل مني استاذ اللي في الجامعه بالذات ما تزعلش مني، اللي هي رئيس جهاز تنميه المشروعات الصغيره، انا عايز اقول التوجه هنا بتوجه على مش المؤسسه، هذه المؤسسات على وجه التحديد بتناقش مسألة إعطاء قروض وبالتالي بتناقش متعسرين وليس مشروعات صغيرة. يعني أنت متخيل حضرتك لما يروح مواطن ياخد من جمعية أهلية أقصى مبلغ ممكن ياخده كام؟ 3000 جنيه، هتسميه إيه ده؟ لا أنا مش متناهية الصغر؟ ما هو دي لا 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 مش ده اللي أنا قصدي عليه. أنت مش ده الاتجاه اللي أنا بتكلم عنه. اللي بتكلم على الأقل حد اللي هو الصغير 50000 جنيه ولا متناهي الصغر؟ لا انا بتكلم على الصغير مش متناهي الصغر، انا بتكلم على الصناعات الصغيره اللي هو مثلا واحده ست مثلا في بيتها هي واختها هي واولادها بيعملوا مثلا مصنع تريكو. لا دول يا فندم مش صغير، ده ما بيسموهوش صغيره حضرتك، هو ده اللي بيعملوا الاقتصاد التضامني بقى، حاج بسميه ده الاقتصاد التضامني. بالظبط، ان كل مجموعه طبعا دي فكره هايله على فكره هو ده، بس احنا للاسف عايزين نطبقها. وده حاليا انا كان معايا احد خبراء الاقتصاد هنا وهو بيشتغل مع صندوق تابع للاتحاد الاوروبي وبيدوا دعم تقني ودعم مادي للنوع ده من الصناعات، وفي مجمعات صناعيه جديده بتنشأ عن طريق الدوله مع جمعيه الصناعات الصغيره والمتوسطه جهاز مع الجهاز ومع الاتحاد اللي هو ماسكه مهندس علاء السقطي، ان هم بيعملوا مجمعات صناعيه صغيره يديك مصنع بفكرته. حلو. يعني هو يقول لك مثلا تعمل مصنع مثلا يعني حاجه من الحاجات اللي انا استغربتها جدا، مصنع اساتج بتاعت الفلوس. ما ده مؤسسه بنك مصر كانت اشتغلت عليها اللي هي الدبابيس والمسامير والحاجات الصغيره دي، حاجات صغيره وبتنتج وتكسب. طب حضرتك احنا بس علشان هم عندنا مشروعات
كبيره، مشروعات متوسطه، مشروعات صغيره، وتنميه الصغر. الجهاز اولا شغال في الصغيره والمتوسطه ومتوسطات الصغر، ودي حاجه كبيره جدا ان جهاز واحد يمسكها ده. بالمناسبه الثانيه ان حضرتك بتتكلم عن المجتمع المدني للجامعات الاهليه اللي بتاخد وبتدي قروض للناس، وده هتلاقي البنوك شغاله في هذا السياق، والتضامن الاجتماعي شغال في كمان، وبنك القريه كان شغال في هذا الاقتصاد 3%. لا تخيل بقى، وده احد المعوقات، احنا بس لازم نناقش ان احنا عندنا مشكله حقيقيه في مشروع المشروعات الصغيره ومتوسطات الصغر. عندنا اشكال. لا مش عم بتناقش الصغيره، انا بتكلم على الصغير. ما هو الصغير دي عندها مشاكل. الصغير هم بيدوا للشباب، يعني الشباب انك تاخد عربيه صغيره، امول لك جهاز عربيه، امول لك مش عارف ايه بالزبط. يعني انا اتصور ان التجربه في منها نماذج ناجحه، يعني في نماذج بس نجح. نسبه النجاح كام؟ يعني انا متفق معاك، بس نسبه النجاح كام؟ بص هقول لك على حاجه، ما هي دي المشكله اللي عندنا. ده لما تعصر اديت له قد ايه؟ التامين لو تعصر احنا، يعني حضرتك لو التامين لو تعصر تديله ايه؟ هو الصح ان انت تخش التجربه تمام وتاخد نتائجها وتصلحها. ما احنا دخلنا التجربه فعلا، بس دخلناها يعني من زمان، يعني دخلناها في اكتر مرحله. ما احنا دخلناها يا فندم، دخلناها في اكتر من مرحله. هي ايوه، بس هي فكره ان انا لما انتقد سياساتنا في المشروعات الصغيره واقول احنا لحد دلوقتي ما نجحناش مثلا زي سنغافوره ولا زي اندونيسيا، لا لسه ما حققناش المرحله دي، بس احنا شغالين من زمان برضه. لا انت دلوقتي بقيت على الخطه بشكل مختلف، يعني هو النهارده لما يعمل مجمعات صناعيه ليهم يديهم مصانع باحجام صغيره بافكار مشروعات ويساعده انه يبتدي. هي الدوله واقفه، هو بيحلله، هو 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 الدوله واقفه وعايزه تشتغل في هذا السياق بالظبط. يعني احنا ما نقدرش ننكر انه في تجمعات، لا في تجمعات، لا في تجمعات وفي شغل، بس انا بعترض على مساله، او عندي نقد لفكره السياسات بتاعه الاقراض نفسها، يعني السياسات الائتمانيه اللي بتتعطي للشاب على مساله الاقراض الائتمانيه، ما كانش على فكره المشروعات الصغيره. المشروعات الصغيره دلوقتي بتكبر دول وبتحل مشاكل دول بالزبط. كبيره جدا في العالم بالزبط. واحنا لازم ندخل هذا السباق. وبعدين اصل خلي بالك برضه، حتى لو حضرتك ليك ملحوظات على بعض السياسات الائتمانيه، لكن هو طريق لابد ان تخطوه. ده لازم، يعني الناس لما قال لك احنا هنمشي على سياسات البنك الدولي، قال لك هتضيعوا البلد وهتعملوا وهتسووا وهتعملوا وهتسووا. طب احنا النهارده بنتكلم في ايجابيات نتيجه سياسات البنك الدولي اللي احنا دخلنا مشينا فيها، لان احنا بنشتغل مع البنك الدولي بحذر. يعني اه طبعا، يعني انت مش كل الدول اللي هيدولك هتاخده، احنا كنا شغالين بحذر لنسبه طبعا، يعني الظروف دايما الخطى الاقتصاديه اما بتبقى انت قوي وعندك دراسات كافيه للواقع صحيح. ان انت بتشوف ايه الحاجه اللي تناسب مجتمعك انت مش تناسبه هو صحيح. بفكره زي ما حضرتك بتقول، انا اصدر ملابس اصدر لهم ملابس شكل هم بيلبسوها، يعني صحيح. يعني انا النهارده هصدر بدله لواحد بيلبس جلابيه، لا طبعا. طب هو هيشتريه عند فيها ايه؟ حتى لو اشترى قميص وبنطلون مره مش هيشتريه، لو ما بيلبسوش كل يوم صحيح. فاهم قصدي؟ هبعت له تريننج بتاع رياضه وهو اصلا بيلبس جلابيه. هو احنا طبعا الموضوع طبعا، يعني فكره دراسه الاسواق الخارجيه وخاصه افريقيا، طبعا افريقيا دي احنا كنز، احنا بعاد، يعني بعاد جدا، لكن عندنا فرصه دلوقتي بحيث ان رئيس الاتحاد الافريقي، وبالتالي عندنا تواجد، ومصر سمعت بشكل كبير هناك، واتضح ان الافارقه مرتبطين بالثقافه المصريه، وعندنا تاريخ بيربطنا بينهم. أنا ونقدر أنا ندخل بروتوكولات بتتعمل بين الاتحاد المصري لمقاولات التشييد والبناء وبين الاتحاد الافريقي والاتحادات الافريقيه صحيح. ان شركات المقاولات المصريه تعمل مقاولات زي ما كانت زمان المقاولين العرب بتشتغل في صحيح. افريقيا، الشركات الخاصه بقى تشتغل في افريقيا وتقدر. هم شغالين على فكره، احنا المعمار والبناء وتصدير مواد البناء والملابس الجاهزه والبتروكيماويات وصناعه الادويه من الصناعات المحببه والمقربه والقوية. والمنتشره طبعا في افريقيا، واللي احنا محتاجين نوعيه صناعات جديده، محتاجين نزرع كمان احنا في افريقيا، خلي بالك يعني احنا محتاجين كمان ناخد الارض الرخيصه الخصبه هناك، واحنا عندنا ونزرع خبره فيها. زراعيه كويسه، وكان عندنا فكره في التعاون طبعا في الزراعه مع السودان، كنا بناخد ارض هناك في السودان وبنزرعها، وممكن انتاج الحيواني كمان، ممكن ننتج انتاج حيواني هناك بالخبره المصريه، وخاصه هناك الاسعار ربما تكون يعني منخفضه بشكل، نستفيد كمان من العماله بشكل او باخر، يعني احنا ممكن نشتغل يعني نبني التنميه في مصر كمان بناء على، احنا دايما حتى في التنميه نقول استغلال الموارد المتاحه او التي يمكن اتاحتها او تحسينها اللي يمكن اتاحتها بقى اللي موجوده في الدول الجوار، يعني بالزبط. الدول اللي احنا كمان خد اللي عنده هو يفيدك نعم وانت تفيده واحنا نفيده، احنا ممكن ناخد مواد خام، ما احنا ظل الغرب طول حياته من فتره الاستعمار بياخد مننا المواد الخام بتاعتنا وبنصنعها وبنشتريها بالاضعاف، طب ما احنا برضه روح بقى صنعها، احنا قادرين بالخبره المصريه الان، واخد بال حضرتك ان احنا ننتج كهرباء في افريقيا بالظبط، واخد بال حضرتك صح. انا دلوقتي عندي مهندسين في مولد الكهرباء اللي هو محطه الكهرباء اللي اتعاملت مع سيمنز، كان في 40 مهندس، احنا بنصدر كهرباء النهارده، حلينا المشكله بقى عندنا انا دلوقتي عندي صناعه الانفاق،
دلوقتي عندي خبراء في صناعه الانفاق، الانفاق السبع انفاق اللي اتعملوا في قناه السويس دول خلوني عندي خبره مهندسين مدربين على اعلى كفاءه في صناعه الانفاق في العالم، وبالتالي عندي كمان الاجهزه. يبقى عندك الاجهزه اصلا بتوفر، لان انا اشتريت الاجهزه خدتها تمليك ما تاجرتهاش من دول تانية. بالزبط. وبالتالي انا ممكن استغل ده في ان انا انشر افكاري ومشروعاتي، يعني تبقى مصر عباره عن ثينك تانك، واخد بالك، او بنك افكار يقدر يصدر مشروعات جاهزه الى للدول الجوار وهو كمان يكون قادر على تنفيذها من خلال رجال الاعمال المصريين، طبعا بشراكات مع رجال الاعمال في هذه الأفر. الدول احنا نقدر نعمل ده على فكره، ويمكن التجربه احنا خلال الكام سنه اللي فاتوا بجد خطينا خطى حضاريه، يعني مش خطه تنمويه، لا خطه حضاريه يعني وخطه على ارض الواقع، يعني طرق اتفردت حقيقي. هتكمل حقيقي هتكمل. لا حقيقي احنا عملنا، لا انت حضرتك بتشبك دلوقتي، انت عندك اكبر شبكه طرق على مستوى العالم، يعني 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 مصنفه، يعني مصنفه دوليه ان بالزبط. اكبر شبكه طرق على مستوى العالم انت عملتها في كام سنه؟ هذه الشبكه اللي تديك ترتيب على مستوى العالم كام سنه؟ انت بتتكلم في 3-4 سنين، واخد بالك، ما كملتش، انت مستهدف 30,000 يعني كيلو، عملت يعني حوالي 7,000 كيلو، واخد بالك، في 3 سنين الكيلو الواحد بيكلف قد ايه؟ انت شغال لا طفره، احنا عندنا يعني طفره، يعني عملت طفره، وعلى 20-30 هتكون اكتملت مصر دي كلها مع افريقيا، بقت ممكن تروح السودان العربيه بعد كده، ما عندكش خط سكه حديد، ايه في طريق ملاحي، في طريق بري، يبقى انت بتربط افريقيا كلها معاك بمصر. بحيث ان مصر فعلا عادت الى قلب افريقيا من جديد، لان افريقيا فعلا في قلب المصريين منذ الحضارات القديمه. طبعا. احنا في طفرات حقيقيه تمت، يعني احنا الشباب بس بيقولوا لي ان وقتنا انتهى، فطبعا انت كلام معاك ما ينفعش يخلص، يعني تسلم يا فندم، ربنا يخليك، طبعا بنتقدم لك بخالص الشكر والتقدير. شكرا ونكمل تاني، احنا محتاجين فقره تانيه برضو نكمل فيها الكلام عن مستقبل مصر وافريقيا ورؤيتك الاقتصاديه للفتره القادمه ان شاء الله. ان شاء الله يا فندم، شكرا جدا حضرتك، طبعا نتقدم لك بخالص الشكر. شكرا يا فندم. واعزائي المشاهدين، احنا وصلنا لنهايه برنامجنا النهارده، استنونا السبت القادم الساعة 9 مساء مع برنامجكم حوار واستثمار مع الشوارع.